السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم على قناة طبيب أطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هجاوب النهاردة على سؤال الأمهات، إيه اللبس المناسب للأطفال في الشتاء؟ خليكم معنا. طبعا السؤال المتكرر بتاع كل سنة في بداية فصل الشتاء، إيه هو اللبس المناسب للأطفال أو الطفل يلبس كام قطعة علشان يبقى متدفي كويس وما يجيلوش نزلات برد في الشتاء؟ طبعا الإجابة على السؤال دون هيبقى فيها اختلافات من مكان للتاني طبقا لطبيعة الجو في كل بلد، يعني الكلام اللي ممكن ينطبق على مصر ممكن يختلف في سوريا أو المغرب أو الجزائر أو العراق، يبقى الموضوع هيختلف اختلافات بسيطة من دولة للتانية، لكن في قواعد عامة هقولها لحضراتكم دلوقتي هتبقى مفيدة ليكم جدا في ان انتوا تعرفوا ايه اللبس المناسب للطفل. في البداية هنقسم اللبس المناسب طبقا للفئات العمرية للطفل، يعني الاطفال في اول سنتين من حياتهم هيبقى ليهم تعليمات معينة، ومن عمر سنتين لست سنين ليهم تعليمات تانية، واكبر من ست سنين ليهم تعليمات تالتة. يبقى هنقسم لبس الاطفال في فصل الشتاء طبقا للفئة العمرية اللي الطفل بيقع فيها. بالنسبة للاطفال في اول سنتين من العمر هيبقى اللبس المناسب للطفل في عدد القطع اللي هيلبسها هيبقى نفس عدد القطع اللي بيلبسها الشخص البالغ زائد قطعتين زيادة. يبقى الطفل في اول سنتين من العمر بيلبس نفس عدد القطع اللي بيلبسها الشخص البالغ زائد قطعتين اضافيتين. يعني لو مثلا انا بلبس 3 قطع عشان احس ان انا دفيان، يبقى الطفل في اول سنتين من العمر هيلبس 5 قطع. ده بالنسبة لعدد قطع اللبس اللي الطفل هيلبسها. الاطفال من عمر سنتين لعمر 6 سنين هيلبس نفس عدد القطع بتاع الكبار زائد قطعة واحدة زيادة. يعني انا لو بلبس 3 قطع يبقى الطفل ده هيلبس 4 قطع. اما الاطفال اللي عمرهم اكبر من 6 سنين فهيلبسوا نفس عدد القطع اللي بيلبسه الشخص البالغ. هنا كده انا اتكلمت على عدد القطع، لكن ضروري ان انا اقول ان عدد قطع الملابس اللي الطفل بيلبسها مش هي الاهم علشان تحدد الطفل هيبقى دفيان ولا لا، ولكن نوعية اللبس اللي الطفل هيلبسها كمان مهمة جدا جدا علشان نعرف هي مدفية الطفل ولا لا. بمعنى كتير من الامهات بشوفهم اليومين دول في عيادتي، اشوف الطفل الاقيه لابس 7-8 قطع، وطفل مثلا عنده 6-7 شهور، الام معتقدة ان عدد القطع الكتير ده هيبقى كويس علشان يدفي الطفل، في حين انا لما بشوف القطع اللي الطفل لابسها اول حاجة بلاقي العدد زايد كتير جدا عن الطبيعي، والطفل بيبقى متضايق وبيقعد يعيط لانه بيبقى حاسس ان هو شايل حمل تقيل على جسمه. وكمان لما ببص في قطع اللبس اللي الطفل لابسها بلاقي القطع كلها قطع قطنية، والقطع القطنية زي ما احنا عارفين مش القطع المناسبة اللي تخلي الطفل يحس بالدفى. ضروري هنا ان احنا نعرف ان اللبس نفسه مش هو اللي بيطلع الحرارة اللي تدفي الجسم، ولكن اللبس بيعمل كعازل علشان يحافظ على درجة الحرارة اللي الجسم بيطلعها. يبقى الطبيعي ان الجسم بتاع الطفل بينتج درجة حرارة اللي هي 37 درجة اللي هو المعدل الطبيعي بتاعها، لكن لو الجو برد وجسم الطفل معرض للبرد بشكل مباشر هنلاقي الجسم بيفقد حرارته. لكن فكرة اللبس انها تعزل الجسم عن الجو الخارجي البارد جدا علشان نحتفظ بحرارة الجسم. واحسن الملابس اللي بتحتفظ بحرارة الجسم او تعرف تعزل الجسم عن البرد بشكل كويس هي القطع الصوف. علشان كده ان انا البس الطفل 3 أو 4 قطع ويكون فيهم قطعة واحدة صوف احسن بكتير من ان انا البسه 7-8 قطع وكلهم قطن. وبناء عليه هقول لكم تصور للطفل ممكن يلبس عدد قطع قد ايه، وكمان نوعية اللبس اللي هيلبسها. هنفرض ان احنا عندنا طفل عمره 6 شهور أو 7 شهور، يبقى هنلبسه ازاي؟ هيبقى القطعة الاولانية اللي على الجسم تبقى قطعة قط وتكون قطن، ولازم يبقى قطن علشان اول قطعة بتحتك بالجلد لازم يكون ملمسها ناعم وخفيف علشان تبقى مريحة للطفل، وكمان علشان الطفل لو اتدفى قوي وجسمه بدأ يعرق يبقى اول قطعة لابسها قطعة قطنية تمتص العرق اللي موجود. يبقى يلبس اول قطعة قط، القطعة التانية برضو قطنية وهتبقى نص كم، القطعة التالتة ودي مهمة جدا هتبقى قطعة صوف. يعني الطفل مثلا يلبس بروفل بس يكون صوف، ودي اهم قطعة الطفل هيلبسها علشان خاطر هي دي اللي هتعزل حرارة الجسم
ومش هتسمح لان الجسم يفقد حرارته بسهولة، وبعد كده يلبس قطعة تانية اللي هي القطعة اللي هيقعد فيها في البيت، سواء بقى هيبقى ترينج او حاجة خفيفة يلبسها من فوق، اللي هي قطعة الملابس اللي شكلها حلو او اللي شكلها شيك، اللي احنا بنحب الطفل يبقى باين بيها. ولو ده طفل رضيع زي ما قلنا 6 شهور او 4 شهور، يبقى ممكن نكون لفينه في كوفيرتا ولا حاجة لو الجو برد. طبعا اللي انا بقوله هنا دي تعليمات استرشادية، لان زي ما قلنا الجو هيختلف من دولة للتانية وهيختلف من مكان للتاني، فضروري برضو ان حضرتك تقيمي الجو في الدولة اللي انت عايشة فيها، وكمان درجة الحرارة في الشقة بتاعتك كمان مهمة جدا، لان في بعض البيوت بتبقى حرارتها قليلة جدا لو البيت ده مثلا على بحر او في اتجاه طيار هواء بارد جامد، او في بيوت تانية بتبقى أدفى شوية، يبقى ضروري ان احنا نقيم البيئة اللي الطفل موجود فيها. لكن زي ما قلنا لو ده طفل رضيع تحت عمر 2 سنين ممكن نلبسه 5 قطع، بس ضروري يكون فيها قطعة واحدة صوف، ودي قطعة مهمة جدا علشان تعزل حرارة الجسم وتحافظ عليها. لو طفل عمره أكبر من 2 سنين ولنفرض مثلا إن هو عنده 3 أو 4 سنين، يبقى هيلبس وليكن 4 قطع، يبقى القطعة الأولانية برضه هتبقى قط وضروري تبقى قطن، القطعة التانية هتبقى نص كم، والقطعة التالتة هتبقى قطعة صوف، وبرضه ممكن يلبس حاجة خفيفة من بره، وممكن ال3 قطع لوحدهم يكونوا كافيين جدا لو احنا شايفين ان الجو مناسب. اللي انا بقول عليه ده لبس الاطفال جوه البيت داخل البيت، لكن لو احنا هنخرج بره البيت هيبقى في مقاييس تانية طبقا للجو بره البيت شكله ايه. يعني لو احنا شايفين ان الجو بره مثلا هوا جامد او الجو عاصف او درجة الحرارة بره قليلة جدا، يبقى مع اللبس اللي الطفل لابسه لازم يلبس جاكيت وليكن من مادة عازلة للحرارة زي البوليستر مثلا او الحاجات اللي هي الووتر بروف، علشان خاطر الدنيا لو بتمطر ولا حاجة، وطبعا نقفل الجاكيت كويس علشان نحافظ على درجة حرارة الجسم. لكن لو الطفل هيخرج في جو عادي مش جو عاصف ولا جو ممطر ودرجة الحرارة مش منخفضة قوي، يبقى هيلبس 3 أو 4 قطع من الملابس، وزي ما قلنا لازم يكون فيها قطعة صوف. يبقى ضروري ان انا اكد ان عدد قطع اللبس مش هي لوحدها اللي مهمة في لبس الطفل، ولكن نوعية اللبس اللي الطفل لابسه مهمة جدا. يعني زي ما قلت ممكن قطعة واحدة من الصوف تغني عن 3 و4 قطع من القطن، فما تقعدوش تحشوا الأطفال باللبس وتلبسوهم طبقات كتيرة أو فوق بعضيها وتبقى كلها طبقات قطنية، لأن كل ده بيبقى على الفاضي، وقطعة واحدة من الصوف ممكن تحسس الطفل بالدفى أكتر بكتير من كل القطع دي، وكمان بيبقى اللبس خفيف على جسم الطفل، فما بيبقاش الطفل حاسس انه متكتف او حاسس انه متضايق ويبتدي يعيط كتير. نيجي برضو لاسئلة تانية تخص الاطفال الرضع خاصة في اول 6 شهور او في اول سنة، وهو لبس الطاقية ولبس الشراب ولبس الجوانتي. التعليمات هنا بتقول لو حضرتك موجودة في مكان او في دولة باردة جدا، يبقى انا بفضل طبعا ان الطفل يلبس طاقية ويلبس شراب ويلبس جوانتي علشان نحافظ على درجة حرارة جسمه وعلشان ما يفقدش حرارته ويبرد بسهولة. لكن ضروري هنا ان انا اقول لو احنا هنلبس الطفل الطاقية والجوانتي والشراب، يبقى الطفل لابسهم طول الوقت، بلاش يلبسهم شوية ويقلعهم شوية، لان ده ممكن يسبب نزلات برد للاطفال. يبقى لو الجو بارد جدا انا افضل ان الطفل يلبس طاقية ويلبس جوانتي ويلبس شراب لو الجو بارد جدا، بس يبقى الطفل لابسهم باستمرار، ولو هنغيرهم يبقى بنشيل اللي لابسه ونلبسه حاجة تانية نظيفة، لكن ما ينفعش يلبسها شوية ويقلعها شوية. بالنسبة للإشاعة المنتشرة بتاع ان الشرابات غلط على الأطفال وان الطفل لو نام بالشراب ده ممكن يأثر على النظر عنده، دي طبعا إشاعة ملهاش أي أساس من الصحة، الطفل ممكن ينام وهو لابس الشراب عادي طالما احنا شايفين ان الجو بارد جدا. النقطة التانية هو استخدام المدفأة، هل نستخدم الدفاية ولا لأ؟ لو طفل عمره أقل من 6 شهور والمكان اللي احنا فيه سواء الدولة أو البيت أو الشقة اللي احنا قاعدين فيها برد جدا، يبقى الأفضل إن الطفل يقعد في مكان يكون متدفي كويس، ولو في دفاية ممكن نشغلها، ولكن ضروري هنا إن أنا أقول إن الطفل لو هيقعد في أوضة شغال فيها الدفاية يبقى بلاش يخرج من الأوضة دي ويدخل لها بشكل متكرر، لان اختلاف درجات الحرارة ما بين الاوضة اللي شغال فيها الدفاية وما بين الصالة او اي اوضة تانية هيبقى كبير جدا، والاختلاف المفاجئ في درجات الحرارة ده ممكن يعرض الطفل للاصابة بنزلات البرد والانفلونزا. يبقى الطفل لو هيقعد في الاوضة اللي دفيانة يبقى يقعد فيها باستمرار ما يخرجش منها،
والام هي اللي هتخرج وتدخل علشان تعمل شغل البيت او تشوف شغلها اللي هي عاوزة تعمله. لو الطفل هيخرج من الاوضة دي يبقى نقفل الدفاية ونفتح شباك بسيط في البيت علشان درجة حرارة الغرفة تنزل شوية، والطفل لما يخرج للصالة او لاوضة تانية ما يبقاش فيه اختلاف مفاجئ او اختلاف كبير في درجات الحرارة. يبقى قبل الطفل ما يخرج لازم نطفي الدفاية قبلها بنص ساعة ونهوي الاوضة شوية علشان درجة حرارة الاوضة تنزل بالتدريج، والطفل ما يحصلوش صدمة من اختلاف درجات الحرارة المفاجئ، وده ممكن يعمل له نزلات برد او الاصابة بالانفلونزا. يبقى كده انا قلت عدد القطع المناسب، وقلت نوعية اللبس، وقلت اللي يخص الاطفال الرضع في استخدام الطاقية والجوانتي والشراب، وكمان قلت استخدام الدفاية في الاطفال. بكده اكون لخصت التعليمات العامة للبس الاطفال في الشتاء. ضروري برضو ان انا اقول بما ان احنا اتكلمنا في الموضوع دون، لو احنا في اي وقت شايفين ان الجو بره عاصف جدا او بارد جدا او ممطر جدا، الافضل ان احنا ما نخرجش الاطفال حتى الاطفال اللي بيروحوا مدرسة. من الافضل ان الطفل يرتاح في البيت طالما الجو سيء جدا على انه يخرج ويروح مدرسته ويرجع تعبان. يبقى نحافظ على الطفل طالما الجو بره مش مستقر او بارد جدا، يبقى الطفل الافضل انه يرتاح في البيت. ولكن لو لازم نخرج لضرورة قصوى، يعني الطفل مثلا عنده امتحانات في المدرسة ولازم يروح، يبقى الاحتياطات الاساسية لازم نلتزم بيها بان احنا نلبس الطفل عدد قطع مناسب، ونلبسه لبس صوف، ويلبس جاكيت كويس، ولو ينفع يلبس طاقية على راسه كمان يبقى كويس، لو في كوفية صوف يبقى برضو كويس علشان ندفي الطفل كويس جدا وما يبردش في الاجواء الباردة جدا. وكمان ضروري ان انا اقول بالنسبة للاطفال الرضع اللي عمرهم سنة او سنتين، بلاش نقرب نفسنا منهم، بلاش نبصهم من بقهم او من خدهم او من الوجه عموما، لان احنا للأسف اللي بننقل العدوى للاطفال او حتى اخواتهم الاكبر سنا لما بيروحوا يبوسوا الاطفال الرضع من وشهم او يقربوا نفسهم منهم، للأسف بينقل لهم ميكروبات، وده بيسبب تعب متكرر للأطفال الرضع. أنا هتكلم في الفيديو الجاي إن شاء الله عن موضوع مهم جدا يخص الأطفال الرضع وطرق انتقال العدوى ليهم، وإزاي نقدر نحمي الأطفال الرضع من العدوى المتكررة. يبقى في الفيديو ده احنا اتكلمنا عن اللبس المناسب للأطفال في فصل الشتاء، والفيديو الجاي إن شاء الله هيكون مخصص للأطفال الرضع وطرق انتقال العدوى ليهم، وإزاي نقدر نحمي الأطفال الرضع من التعب المتكرر. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.